شباب شوي خليكم وراح حياك الله كلكم يا شباب. ايوه بسم الله. شيخ شيخ حوش شوي 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 شباب. شباب بفرشاة كده وين ننقصنا ما شاء الله والله كل ابوك ما يسمعش كده. لا لا والله اجت هن النهار يا ابوك. لا ما نور يا شو ذاك فندينا؟ Thank you.
اكبر الله اكبر. كلها بخصوص السحر هذه. والله هذه المشاكل اللي صارت لنا عبر الطريق نتيجة لعدم اتباع الأوامر من قبل الشباب وتهور بعض الشباب، مما أدى إلى تعطيلنا في الطريق، زائد الأضرار اللي قد تحصل بعض السيارات. المطلوب منا مفروض نحافظ على هذه العربات وهذه السيارات. نحن هذه السيارات تحصلنا عليها بقوة الحديد والنار أو من مرتبات الشباب، فلا بد ان نحافظ عليها ولا نتبع سياسه الطاغيه وجنود الطاغيه ما دام حاجه عامه كسر، فهمت؟ لابد نحافظ عليها لان هذه امانه. شكرا يا شيخ. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. بجهاز سريع جدا يعني. المشاكل اللي تعرضنا لها في الطريق. المشاكل هذه مشاكل عاديه جدا وتحدث في اي رحله صحراويه. نظرا لمشاكل بعض يعني مشاكل الطريق ومشاكل بحر الرمال وهذه مشاكل يعرفوها الجميع يعني. بقى الشباب يصير منهم ان شاء الله في الحدود في الصحراء يعني. اكيد 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 كيف يصير منهم في الصحراء، يصير منهم في الصحراء ويصير منهم في البحر ويصير منهم في الجو ويصير منهم في الارض في اي مكان حتى في المريخ وفي القمر يصير منهم. مستقبل الله اكبر يا ثواب. ان شاء الله في المستقبل حنحل المشاكل بين الروس والامريكان على القمر. ان شاء الله. قول لنا كلمه، ايش رايك فالوجيج اللي سايره؟ اي انا بنشفط عليه وليد بس بايز. اوكي. عرفتوا؟ عرفتوا؟
موضوع الوثائقي من يشتغل عليه؟ انا اللي رحت حتى انا شو مشكلة تنقصون حطوا 23 قم عزم شهر فوقها هاي قدام غايدك اخرى.